الحشيشة متجمدة، الورد بدأ يتجمد. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ والله الجو برد اليومين دولت، مش عارف ايه، عم في تغلبات بتحصل في الجو غريبة. المهم بالنسبة للموضوع، ان في واحد عاوز يعمل لك دعوة ان انت تيجي روسيا، لازم الشخص ده يكون عنده بيت، لازم الشخص ده يكون حاصل على جنسية روسية عشان يعرف يعمل الدعوة. لا بصهم، هو في تغيرات في القانون، عشان السؤال ده انا سألته بتاع 15 20 مرة، ازاي ان حد يعمل لك دعوة من روسيا ولازم يكون حصل على الجنسية الروسية عشان يعرف ان هو يعمل لك الدعوة. بصوا يا جدعان، القانون بيقول ايه؟ اي شخص حامل الجنسية الروسية يقدر ان هو يعمل دعوة لاي شخص اجنبي، واي شخص معاه الاقامة الدائمة في روسيا يقدر ان هو برضو يعمل لك دعوة. ندخل مع بعض على القانون الروسي عشان نبقى عارفين. ادي احنا كده فاتحين القانون الروسي قدامنا. كاك افرملاتسا برجلاشينيا для иностранца. Кто может оформляться приглашение в Россию для иностранца? Какие нужны документы? И طيب احنا نجيب عربي بقى عشان الناس تفهم معانا. دخلنا على العربي. طيب كيف اصدار دعوة لروسيا لاجنبي؟ من يمكن اصدار دعوة الى روسيا لاجنبي؟ وما هي المستندات المطلوبة ومكان التقديم؟ كيف اصدار دعوة لاجنبي عبر الانترنت؟ اول حاجه، من اللي يقدر يعمل الدعوه؟ ودعوه اجنبي لروسيا يمكن ان تصدر ليست فقط من قبل مواطن روسيا الاتحاديه المسجل في مكان الاقامه او مكان مؤقت البقاء، ولكن ايضا من قبل الاجانب المواطنين بشكل دائم المقيمين في روسيا، يعني الاشخاص اللي هم حاصلين على الفيتنازيتسفا اللي هي الاقامه الدائمه. طبعا الدعوه دي زي ما قلت في الفيديو ان هي بتكون 90 يوم. ده القانون الروسي قدامنا، علشان محدش يجي يقولك انت جايب الكلام ده منين. ده القانون الروسي يا جدعان، بيسمح لحاصل على الإقامة الدائمة ان هو يعمل دعوة لأي شخص ان هو يجيله روسيا زيارة. بس في شوية حاجات بيعملوها كده قبل ما يعملك الدعوة. أهم حاجة ان هو يكون شغال قانوني، لأنه بيجيب ورقة من الشغل ان هو شغال قانوني، وبيكتب إقرار على نفسه ان هو يتعهد على الشخص دوت لو حصل له حاجة. طيب الورق المطلوب ليها عشان تعملها ايه؟ الشخص اللي عمل لك الدعوة اذا كان حصل على الجنسية او على الاقامة الدائمة يقدر ان هو يخش على الانترنت او يروح مكتب الجوازات اللي هو اسمه الاوف ام اس. مكتب الجوازات دوت هيديله ورقتين دول اسمهم ايه؟ دفا اكزمبلاري. الورقتين دولت هو هيملاهم، هيكتب هو شغال فين، مرتبه كام، عنده بيت ولا لا، الكلام ده كله. طبعا البيت هنا مش اساسي، بس الافضل لو الشخص اللي هيعمل لك الدعوه يكون عنده بيت علشان يعرف يعمل لك الريجستراتس بتاعتك، لان انت من غير الريجستراتس هيكون عندك مشاكل لما تيجي روسيا. مش لازم في المكان اللي انت جاي عليه تعمل ريجستراتس، المهم ان انت تعمل الريجستراتس، مش فارقه في اي حته تقدر ان انت تعمل الريجستراتس. طيب الشخص اللي هيعمل لك الدعوه دوت هيطلب منه ايه؟ هيطلب منه ان هو يكتب اقرار على الشخص اللي هو جاي دوت، ان هو يبقى متعهد بيه من ناحيه مصاريفه، من ناحية لو حصل له حاجة، من ناحية لو تعب، الكلام ده كله هو متكفل بيه. يعني انت النهاردة لو معاك الجنسية او معاك الاقامة الدائمة تقدر ان انت تعمل دعوة خاصة، ودي بتكون مدتها 3 شهور فقط لا غير، وغير صالحة للعمل، يعني ان انت ما تقدرش تشتغل بيها، عشان لو اشتغلت والحكومة الروسية عرفت ان انت شغال بالفيزا ديت الشخص اللي عامل لك الدعوة هيتأذي. وزي ما قلت بيكتب اقرار على نفسه ان هو متعهد بالشخص دوت من كل حاجة، علاج، اكله، شربه، مصاريفه، لو حصل له اي حاجه في روسيا الشخص دوت اللي هيتاذي بسبب الشخص. عشان كده لو حد عمل لك دعوه حاول ان انت تكون يعني ماشي كويس عشان ما تاذيش الشخص دوت. عشان لما بيجي يعمل الدعوه لاي شخص لازم الاول بيروح مكتب الاوف ام اس، او ممكن يجيب الخطوات بتاعتها من على الانترنت. تمام، في روسيا كل حاجه متوفره على الانترنت، الانفورماتيا كلها موجوده يعني. طيب الشخص دوت هيخش او هيروح مكتب الجوازات وهيجيب حاجه اسمها دفا اكزمبلاري، اللي هو ورقتين كده هيملاهم، بيشتغل فين وبيعمل ايه وعايش في روسيا من امتى والاقامه معاه لحد امتى، يعني الحاجات دي كلها. بعد كده يبدا يعمل له الدعوه. الدعوه تقريبا بتتكلف 500 600 روبل يعني، او 800 روبل، مش فلوس يعني، تقريبا 10 دولار 11 دولار دوت، عامه سعر الفيزا العمومي عامه يعني. حاول ان انت لو جايب الفيزا ديت ما تشتغلش بيها، لان انت حتى لو كسرت الفيزا الشخص اللي هو عامل لك الدعوه ديت الشخص دوت نفسه هيتاذي. ف
فالشخص دوت عامل لك دعوه شخصيه، حاجه خاصه انه انت جاي زياره مثلا لفرح لعيد ميلاد، او تيجي تقعد 3 شهور في روسيا وتغادر البلاد. المره ديت بتكون نوجا كراتنا اللي هي دخل متعدد، وادنا كراتنا دي على حسب ما انتوا بتحددوها مع بعضيكم اللي هي دخله واحده او دخول متعدد. فيعني 3 شهور ما اعتقدش ان انت هتحتاجها دخول متعدد، لان دي بتكون اغلى عامه لما بتيجي تدفع فلوس في السفاره او في القنصليه الموجوده في بلدك. طبعا عارف ان في ناس كتير هتطلع تقول لك لا لا لا، اللي ما عندوش اقامه دايمه ما يعرفش يعمل دعوه. لا لا لا، القانون الروسي بيقول اللي معاه اقامه دائمه يقدر ان هو يعمل دعوه لاي شخص عاوز يجيبه روسيا. دوت اللي اقدر اقول لك عليه بالنسبه لو حد عايز يعمل لك دعوه من روسيا، وسهل الموضوع. فسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.